صباح الفل، صباح الجمال، مساء العسل. تحياتنا لأجمل مشاهدين لينا في العالم العربي، تحياتنا من الستات، بنحييكم لأجمل ستات بتفرجوا علينا. والست سهير، صباح الخير، مساء الفل، ازيك، عاملة ايه؟ صباح ومساء وكل الحاجات الحلوة، إشراق، صحة، خير، نور لكل مشاهدينا في كل العالم اللي بيتفرجوا علينا، واللي احنا بنبقى سعداء بحضورهم وبوجودهم معانا. وصباح ومساء لست مفيد. تخيلوا في الهند بلد العجائب، عريس وعروسة بيتجوزوا، تمام، ما عندناش أي مشكلة. قوم إيه العروسة تحط شرط للعريس، وافقت عليه يا عريسنا احنا هنتجوز، ما وافقتش عليه سوري، كل واحد فينا من طريق. ندور على الشرط اللي هي حطاه، اكتشفنا ان هي حطت شرط علشان تقبل بالجواز، ان جوزها ما ينفعش يتأخر عن الساعة 9. والموضوع ده اتوافق عليه من قبل العريس، بس حط حبة دباجات. قال لها بصي يا سوسو، انا مش هتأخر عن الساعة 9، بس بشرط لو انا خرجت مع اصحابي قبل الساعة 9، نو فون كولز، نو واتس اباتك، ناثينج يا حبيبتي. فقلت له طب خلاص اوكي، سيب وانا سيب، وقد كان، واتجوزوا. هي اسمها ارشانة، والسوشيال ميديا خلوها ارشانة باللهجة العامية المصرية، لكن الست أرشانة دي مش ذكية. وأي ست بتتكلم في اتأخرت ليه، ما تخرجش مع أصحابك، ما تقعدش على القهوة، وأنا مش زي أصحابك، وأنا ماليش حق تيجي تقعد معايا زي كل الحاجات دي. أنت لو تعلمين أن جلوس الرجل مدة قليلة في البيت أفضل بكتير من جلوسه مدة طويلة، أنت عندك ميزة كبيرة جدا أنت مش مستوعباها، وعندك رحمة كبيرة من ربنا أنت مش شايفاها. المثل بيقول الندب بالطار ولا وجود الراجل في الدار. فمعنى كده أن الأجداد مستوعبين فكرة أن الراجل لما يقعد في البيت بيقعد بقى الناقد العالمي موجود، ده ليه وده ايه وده كذا، وطلبات، يعني انتقاد وطلبات. فالستات تستهدى بالله كده وتسيب له مساحته، تسيب له حريته، طالما هي واثقه فيه، طالما هو شخص محترم، وتخليه مع اصحابه هو قصه تانية، مساحته في حياته قصه تانية، بتخليه سعيد، بتخليه يبقى راجع خلاص البيت سعيد، وهو بيستمتع مع اصحابه متعه تانية غير متعه القعده في البيت. فما تطلبيش طلبات تيجي بعد كده تشتكي منها مر الشكوى، وانت متخيله ان انت كده سابعه البرومه، ان انت حطيتي شروط، بس هو محترم ان هو استجاب. انا بصراحه اؤيد أرشانة دي، الست الهندي. ليه ست أرشانة؟ يعني مش هم سموها في هي اسمها أرشانة. أرشانة، هي أرشانة. المهم أنا أؤيدها جدا. أولاً لو ما عرفتش تفسد نفسك نكد على الجميع، بمعنى يا ستر يا رب الموضوع دي نظرية مدمرة ما تسمعوش هذا الكلام. أولاً خلينا صراحة مع بعض. وافق ولا ما وافقش الراجل العريس؟ وافق. وافق على ايه يا مفيده؟ وافق على ان هو يا اختي ما يخرجش من بعد الساعه 9 من بره البيت. اذا الست هنا قالت له عرض وهو وافق، فمش هنقعد نقول لك لا او لو عرفتي. ثانيا تعالوا بقى نبص ايه المكاسب اللي هتاخدها الست دي لما جوزها يقعد معاها من الساعه 9 لتاني يوم الصبح. خسائر صدقيني، مفيش اي مكاسب. اولا احنا عمالين بنطالب كواليتي تايم، فاذا اعتقد ان هم اكيد بيحبوا بعض. كواليتي تايم ده ممكن يبقى 5 دقايق على فكره، ما هو لسه متجوزين، عريس وعروسه، يعني أكيد حتى لو ما هم عريس وعروسه يعني اكيد بيحبوا بعض، يعني هي عامله ده شرط للحياه مش لفتره مؤقته. الفكره في ايه؟ ان هو وافق دلوقتي، فانا متخيله ايه المكاسب اللي هتاخدها. هتاخد اولا ان هتعمل في الفتره اللي يا دوبك هو طايقها فيها، لان احنا عندنا تايم ليميت، احنا بعد 6 أشهر من الجواز هو ما فيش حد بيطيق حد. فاحنا هنقول ال6 أشهر الاولانيين دول بالعلاقه دي، بان هو قاعد لك من الساعه 9، هتعمل بوند، فبالتالي هتخليه يتكلم معاها وهم يكلموا مع بعض، يعرفوا عادات وتقاليد بعض، إيه بيحب ايه ما بيحبش ايه. اعتقد ان في الفتره دي العلاقه هتبقى حلوه، وكده نقدر نقول ان الست دي مسكت جوزها فتره قعدته كده. منسوب المشاعر يتوقف هيتوقف او يتراجع. طب
لا على فكره في الابتعاد، هي لوحده هتطرد في الابتعاد، بتفضل المشاعر موجوده وبتزيد وبتنمو، لكن في الاقتراب وطول المسافه ايوه مش صحي الا لو شخصيات بمواصفات خاصه جدا. مش انت ست وانا ست؟ واللي بيتفرجوا علينا ستات، وفي رجاله كتير، ورجاله ورجاله وستات معظمنا، والنص رجاله بيعكسونا. المهم مش هي دي مشكلتنا برضه، مشكلتنا في الموضوع ايه كالاتي: كده ولا كده؟ بعد 6 اشهر جواز اللي هيحصل كالاتي: هي اللي هتقول له بيبي تحب تروح قهوه، تروح اصحاب، تروح بس فكره ان هي كسبت ايه؟ اول 6 اشهر قدرت ان هي تقيم العلاقه ويبقى في بينهم وبين بعض. انت مش عارفه الحلو بتاع العلاقه، ما فيهاش غير 6 اشهر. القرب القوي ده ممكن يبعد قوي، لان احنا في القرب القوي ممكن نكتشف صفات وحاجات ما نتحملهاش فما نتقبلهاش، فتحصل. تمشي بقى من بعد 6 اشهر؟ تمشي لي وليه ما يفضلش مدى الحياه بس بمسافه ومساحه وتنفس؟ اقعد اختبر في جوزي؟ ما لا، ما انا اخته 6 شهور وليه انا داخله اطلع مكثفة. لا يا بيبي، اعرف الحياه. انا داخله اعمر، داخله اعيش حياة. تعلمه في ال6 شهور دول انه يغسل مواعين، انه معاها، ان هم يخرجوا مع بعض. ما هو قالت له ما تخرجش لوحدك من بعد الساعه 9، لكن ما قالتش ما نخرجش، فممكن تبقى هي هتخرج معاه، يخرجوا مع بعض. لا، انا شايفه ان الشرط ده انا شايفه ممكن ينجح العلاقه الزوجيه بطريقه غير طبيعيه. تعالوا نحطها ونعممها. الصفه اللي بتستفز الستات دي في ان الراجل بيهتم باصحابه، بيخرج مع اصحابه، بيقضيش وقت في البيت، نعمه كبيره هي مش مقدراها، وان دي صفه تحمد ربنا عليها مصوص. مش تستفزها. لا، مش كل يوم. انا مش قصه كل يوم، بس انا مع الرجل ان هو ياخد السبيس بتاعه يخرج مع اصحابه مره في الاسبوع، مرتين في الاسبوع، روح اقعد مع اصحابك، يعني عيشوا حياتكم، عيشوا كأنكم مش متجوزين، اضحكوا، فرفشوا، وتعالوا لنا احنا بالتكشيره موافقين، مرتين في الاسبوع هنستحمل. لكن حقيقي الموضوع بقى ان انت كل يوم، النهارده في ماتش، النهارده فلان قاعد، اصل النهارده خارج. وانت مش عارفه ان افضل انواع الجوازات هو الجوازات اللي هو يعني مش كده، يعني فيها بتاخدي المميزات اللي فيها وبتسيبي العيوب. يا جماعه ايوه، انا ما قلتش لا، بس ما ينفعش برضو في الجوازات الهجره الشرعيه اللي هم بياخدوها دي. عارفه امتى اللي هو تبقى الشخصيات دي هي مش هتبقى تعمل على نفسها شروط، هي تبقى حابه تقعد في بينهم حاجات مشتركه، ما ايوه هي بنت وكلام واصدقاء و و و. لو ما اتعملش الشرط ده انا طالما شرطت عليه يبقى في مشكله. لا لا لا، هي انا لو ما اتعملش الجواز الشرط ده دلوقتي مش ما كانتش عمرها هتاخد الشرط. هي استغلت ايه؟ هي ما عندهاش ثقه، طالما غابت الثقه غاب كل شيء. هي الست قررت ان هي تعمل بوند عاليه بينها وبين جوزها. ايه اجمل وقت اقدر فيه اضغط على شروطي لما ابقى عروسه جديده؟ لا لا لا، او 6 اشهر اول لا لا لا، او اللي هو كل الوقت اقول يس يس يس، بتروده وبتفرض سيطرتها وبتحط حدود للسيطره واحكام السيطره، زي ما هنا المثل يقول لك مش عارفه ايه القطه ذبحت له القطه، فهي كمان بتوري. يا جماعه الحياه مش كده، ما احناش صراع، مش حلبه صراع، لكن في كل الاحوال دي صفه بتستفزها. بس انا ما اعتقدش يا سوير ان هي ذبحت له القطه. بتستفز الستات، هو الشرط ده ايه؟ هو ده مش ده حقها؟ يا جماعه انا لما اطلب من جوزي ان بليز يا حبيب قلبي انت من الساعه 9 اقعد في البيت، لو هي بتحبه هتسيبه يعمل اللي هو عايزه؟ ده منتهى الحب، مش قادره تستغنى عنه. يقعد هو من غير شروط؟ مش ليه قاعده مشروطه؟ ليه اقعد بشروط؟ اقول لك بشروط علشان ابقى مجبور مش مختار. هقول لك هي حطت الشرط ده عشان تقول له قد ايه هي بتحبه، او قد ايه هي انانيه، لا او قد ايه عندها حب تملك. هي جت قالت له ما تخرجش، هي جت قالت له ما تخرجش يا هاني من بعد الساعة 9 غير خالص، ولا جت قالت له ما تخرجش لوحدك؟ قالت له ما تخرجش لوحدك، لكن هي قالت له ممكن تخرج معايا، واي نوت تيك هير. افرض هو مش عايز، هو عايز يخرج مع اصحابه، عنده مساحته الخاصة مع اصحابه لغايه الساعة 8 ونص بيشتغل. لا طول اليوم بيشتغل، ما يعني جت حبكت عنده لغايه 8 ونص 9 الا ربع 9 ل 10 عشان يا دوبك عقبال ما ياخد ويخبط على الباب. طب ايه المشكله؟
طب يعني يروح فين الراجل ينفجر؟ افرض اتخانقوا، ما ينفجرش، لازم ياخد بعضه ويعمل مساحه شويه شويه تنفس، من 6 ل 8 يقعد مع اصحابه، يبقى ضمن الوقت كمان عشان مصاريف ما تزيدش. على كل حال دي صفه بتستفز الستات، مش عارفه ليه هم مش عارفين بس حجمها وقيمتها فبيجروها. لا 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 هي ما بتستفزناش. وبصي يا استاذه مش عايزه اتكلم في الحاجات دي، وانا مش عايزه اتكلم في الموضوع بالذات، القعده بتاعه الكافيهات، علشان انا ليا اصحاب فانا مش هقدر افتح بقي واتكلم في الموضوع ده. فانا بس أنا عايزه رايي ان اصحابك يرفعوا عليك قعدات تشهير. انا بس عايزه اقول شعري بيهم طول الوقت، انتوا يا ستات ليكوا يعني مطلق الحريه. شوفوا انا اخترت في الكلام برضه عشان بتقطع بين نارين، مطلق الحريه في انكم تكونوا مع جوازاتكم في الخروجات بعد الظهر. انا مش هحط الشرط، احط اقول لك ايه الشرط؟ هقول له انا اعمل اللي انت عايزه، خدني معاك، خد يعني اخرج من الساعه 9 يا هاني. اصحابه عزاب ما عندهمش مراتات وما عندهمش، مش احنا بنتكلم في سنه 22 ايه عزاب وايه مطلقين وايه متجوزين؟ ما عندوش يعني هي قاعده تقعد معاهم. طب ما انا هم عايزين ما بيقعدش مع اخته، مع بعض ما بيقعدش مع خالته، لا ممكن ما بيقعدش. خلاص يا حبيبي، عندهم مساحتهم الخاصه وحوارهم الخاص وموضوعاتهم المناقشه الخاصه. تمام يا سويس، حاضر، من انا الاثنين نصير الرجل، من انا الاثنين نخرج مع بعض، نوصل انا اكون مكلمه اصحابي سوسو توتو ومو سوسو، انا اقعد على الكنبه اللي جنبكم وانتوا عايش حياتكم، واسمها مش قاعدين مع بعض عشان سوير ما تقول لك العزاب ومش العزاب. خلاص يا سيدي اعمل اللي انت عايزه، وانا هقعد اهو قدام اصحابي مع بعض. هو ده هيريحك جدا على فكره. اوكي ماشي، احنا عندنا 10 حاجات بقى بتستفز الستات، بس نكملهم بعدين بقى لانه كل حاجه فيهم موضوع مهم جدا. خلاص يعني نروح؟ طيب احنا عندنا حلقه، عندنا حلقه مهمه، مش هروح يعني، هروح من هنا يعني، خلصنا الانترو، لان احنا عندنا حلقه يعني جميله جدا مع نجمه رائعه معانا رانيا فريد شوقي، طبعا هاله حافظ اللي كلكم بتستنوها كل اسبوع. اسمحوا لنا نطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نلتقي مع نجمتنا رانيا فريد. التالي الفنانة رانيا فريد شوقي في ضيافة الستات. صاحبة وجه بشوش، شقاوة لا حدود لها، جذبت الجمهور إليها بثنائية الجمال والخفة، فمنذ اليوم الأول لها في عالم الفن لا يربط بينها وبين ملك الترسو غير اسمها. إنها الفنانة رانيا فريد شوقي التي استطاعت أن تصنع لنفسها طريقاً مفروشاً بنجومية والدها واجتهادها وذكائها وموهبتها. التمثيل حلم رافق طفولة رانيا حتى شب معها، فرأت والدها مثالا احتذت به كأخواتها، لكنها برعت في مجال التمثيل حتى أنه تمنى ذات يوم أن يمثل معها فيلما وتخرجه شقيقتها عبير، إلا أن القدر لم يمهله الفرصة، لكنه شهد ميلاد رانيا فريد شوقي سينمائيا وتلفزيونيا ومسرحيا. ورغم شقاوتها وحركتها الكثيرة التي ربطت بها الجمهور من خلال الاستعراضات التي أدتها في بداياتها، مثلما ظهرت في فيلم آه وآه من شربات ومسرحية بلو ومسرحية ربنا يخلي جمعة، فإنها تخفي وراءها شخصية رومانسية حالمة أجادت في جميع الأدوار التي جسدتها، فهي المراهقة الطائشة والشابة الحالمة والمرأة الناضجة، إضافة إلى وجهي الخير والشر في الحياة، كلها شخصيات أتقنتها رانيا فريد شوقي حتى صار وجودها علامة مميزة في نجاح العمل الفني. ولها العديد من الأدوار المميزة، منها مسلسل خالتي صفية والدير، ومهجة في الضوء الشارد، ووهبة فعائلة مجنونة جدا، وكذلك علامتها الفنية في مسلسلاتها يتربى في عزه، وعباس الأبيض في اليوم الأسود، وسوق الخضار، وأبو العروسة، وعوالم خفية، وضربة معلم. وبين الشقاوة والخفة والنضوج والجمال تبقى رانيا فريد شوقي نجمة لها بريقها الخاص وطلتها المميزة.
نجمة لها بريق خاص، ده حقيقي على فكرة. رغم ان احنا شفنا كتير من ولاد الفنانين الكبار اللي دخلوا الساحة الفنية، معظمنا قاعد يقول اصليه ده داخلين دول بواسطة ابهاتهم او امهاتهم او خالاتهم او عماتهم. لكن النجمة اللي معانا النهاردة رغم ان هي دخلت الاول عن طريق والدها، الا ان انا بعتبرها ان هي من القلائل اولاد الفنانين الكبار اللي اثبتوا حضور غير طبيعي وتميز في الاداء، ومع ذلك انا بشوف ان هي لسه ما ادولهاش الدور القوي اللي تثبت ان هي لسه عندها حاجات اقوى من اللي احنا شفناها رغم محبتنا ليها. بيسعدنا يكون معانا الصديقه العزيزه والممثله الجميله رانيا فريد شوقي. يا حلوين يا حلوين. ستات الحلوات دول برضو نعمة. وحشتينا يا قمر. انت كمان وحشتوني قوي والله. وانتي من احلى الستات، سعداء جدا، ويعني كل الامتنان لوجودك معانا. طبعا. وبنحييكي مره تانية، بنحيي كل المشاهدين. احنا عايزين مشاهدين بس يعرفوا في الاول ان احنا اصحاب، يعني احنا اصحاب والحمد لله. الحمد لله، دم علينا نعمة. دي نعمة برضو يعني. فانا سعيده بوجودي معاكم جدا جدا، ونقعد بقى نحكي كلام. وضريبه الصداقه ان احنا يعني بنضغط عليها فبنجيبها فكده يعني، فهي يعني ضريبه صداقه تقيله يعني. لا يا قلبي خالص والله. اغسطس اللي فات احتفلتي بعيد الجواز السابع، مش مصدقه ان السنين جريت بسرعه. وقلت لتامي خلي بالك من هرشه السبع سنين. انا لسه كنت اقول لك هرشه السبع سنين. قال لي ايه هرشه السبع سنين؟ قلت له لا اسمها هرشه يعني. اولا تامر سرطان وزملكاوي وصديقي، ففي ثلاث حاجات ما عندوش هرشة السبع سنين. وانت مساهمة بشكل كبير في الجوازة، ما تهزريش يعني. هي سبب يعني المعرفة. هي اللي عرفتكم بقى. هي وهوايدة. ايوه. واتعرفتي اول ما شفتيه، عجبتي بيه اول ما شفتي تامر يعني؟ مش يعني هو حسيتي ان هو ده؟ لما هم لعبوا الجيم بلقمة برضه، احنا اللي كنا مدرجوا الموضوع. طب استني بقى، عايزين نعرف القصة، احكي لنا بقى بما ان صرت عاوزة ساكتة. ما هم درجوا الموضوع يعني. عارفه اللي هو لقاء يعني صدفه، ثم بعد كده قاعده في لما في كده يعني، لغايه بقى ما كيوبيد قام بالواجب يعني. وحسيتي ان هو ده؟ بس بجد يعني احلى هديه، احلى هديه. ميرسي يا صاحبتي. طب سبع سنين زي ما صور بتقول، وقت مش قليل ومش طويل. بس ان انت تقعدي في جوازه سبع سنين ده نعمه من عند ربنا. اتعملت ازاي؟ في اكيد دفوهات وفي مميزات. طبعا كلنا عندنا يعني سلبيات وايجابيات، بس زي ما بيقولوا ايد لوحدها ما بتسقفش يعني، لازم يبقى الطرفين. ما ينفعش يعني نظريه ان الست بس اللي تفضل تدوحر عشان الحياه تستمر، صعبه. والحب بيفرق. طبعا لا، ده الحب ده اساسي يعني، ونسبته كمان الحب، بس الحب كمان اساسي، بس ممكن يروح. اوكي. لو انسان يعني مش كويس معاكي، لكن لما يبقى انسان كويس الحب بيزيد، وكمان مع العشره فبيبقى اتقل. فالموضوع بيختلف تماما. والمجهود اللي انتوا بتعملوه كل واحد فيكم عشان يريح التاني. طبعا. عشان يبقى لا، احنا انا وتامر متفقين، احنا الموضوع بالنسبه لنا مفيش طلاق. طلاق ده مش موجود يعني. ان شاء الله يا رب. ده من اول الجواز، من اول ما ارتبطتوا ببعض. مين اللي قال الفكره؟ انا. قلت له ايه وليه؟ وقلت له يعني هو بطبعه عاقل ما شاء الله عليه، مش عصبي. دي كلها مميزات الواحد يحطها فوق راسه. طبعا. بيحب شغلي، بيساندني يعني، ده برضو ميزه ما بتلاقيهاش. واحنا شغلتنا صعبه يعني. انا في الايام دي التصوير بقى بال 18 ساعه، فانت ممكن تطلعي من بيتك من 8 الصبح ترجعي تاني يوم مثلا 8 الصبح، او ترجعي الفجر. صعبة. هو طيب ومتعاطف وفي كل الميزات طبعا. دي حقيقة. وسرطان. وسرطان وكل حاجة. وقمر بمعنى الكلمة. ده بيخليكي تغيري عليه؟ أكيد أكيد، بس هو ما بيدينيش الفرصة بصراحة. يعني أنا اتعلمت من أمي إن الغيرة فيش يعني
ما اقدرش احاسبه على حاجه هو ما عملهاش غلط. هو ربنا خلقه امور يعني، لا كمان في يعني ايه، في ستات ممكن هي اللي يعني مش تتطاول او هي اللي تحاول، لكن هو رد فعله انا حاسبه على رد فعله، فهو ما بيدينيش الفرصه بصراحه. طب ردود افعاله هو محترم جدا في نفسه وبالمثل كده. هو كمان متجوز ست حلوه منوته جميله يعني، طول بعرض بشعر بضحكه حلوه بعمر يعني بطيبه رانيا فريد شوقي طول برضو. الوقت هي مثال جمال من زمان من وانت صغيره والله برضه هو يعني ما بقيسهاش كده. بصي اصل هي انا بعتبر حلاوه الروح احلى بكتير يعني، يعني كلنا بنكبر ده طبيعي جدا وما حدش هيفضل طول الوقت صغير، لكن في ناس بتكبر شكلا اكبر من عمرها وفي ناس ما بيبانش عليها عمرها، ما بيبانش عليها عمرها. ده بيرجع بقى اللي هنا يعني اللي جوه، دي كانت قاعده بابا يقول لك اللي هنا بيبان هنا يعني صح. اللي جوه في قلبك طول ما انت قاعده تحقدي وتعملي كل ده غصب عنك هيطلع على وشك. بس انت عارفه رغم احنا شفنا بعض على مدار سنين ربنا يديمها نعمه، بس انت اتغيرتي كتير قوي يا رانيا خير احسن اتغيرتي احسن يعني، عارفه لما تحسي ان مره واحده الدنيا كانك ظهرت الدنيا، ان انت حطيتي كل حاجه انت عايزاها جنب بعض وعرفتي ايه اولوياتك، الدنيا عندك مفيش صراعات، انت مش بتتنرفزي، اتغيرتي. ما اعرفش اترجمها ازاي، انت قولي لي كلامي صح ولا غلط. نضج حصل، نضج ممكن. حصل حكمه يعني. انا عن نفسي ساعات مرجع فلاش باك لرانيا الشقيه اللي بتقوم تتنطط وترقص ارجع اقول سبحان الله الشخصيتين اختلفوا، بس بقول ده سن ومع خبرة الأيام والدنيا بتعلم. وفي شراء دماغ؟ لا ده أنا ملكة شراء الدماغ. دي منطقتي، دي منطقتي سألي سؤال. دي كانت قبل كده موجودة ولا ما خدتش بالي؟ لا دي ظهرت مؤخرا. لا لا كانت موجودة. لا هي طول عمرها موجودة. بس يعني الحمد لله احنا في مرحلة النضج قمر وفي مرحلة الشقاوة برضو كنا كل المراحل. تامر طول الوقت بيحط صور ليكوا على السوشيال ميديا. بيسعدك ولا بتخافي من الحسد؟ لا 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 بيسعدني خالص، بالعكس انا كمان بحط صور لينا. واصل انت فنانه ما هي ملهاش يعني، غصب عنك لازم هتحطي صور كده. بس انا يمكن قبل ما بحط صور بقرا المعوذتين وايه الكرسي. بتخافي من الحسد؟ مش يعني يعني ربنا خير حافظ بقى، بس هو موجود يعني. ان في راجل يا جماعه بيختار يحط صور لمراته هو ومراته، دي ظاهره. لا يا شيخه كل ليه بيخبوا مراتاتهم؟ وساعات في رجاله يقول لك من فضلك يا حبيبتي من النبي ما تحطليش صور انا وانت عشان ما نتحسدش، وبلاش تبقي معايا على الفيسبوك عشان ما تبقيش. ايوه هم يعني دي ظاهره ان الراجل يحط لمراته الصور. الفنانين عندهم درجه كده من الانانيه، فيبقى هو متصدر لوحده او هي متصدره لوحدها، فانتوا الحمد لله دايما مع بعض. انا على فكره قليله يعني، انا لما بقعد ابص كده على الاكونت بتاعي الانستجرام مثلا ببص اقول هو انا تقريبا ما بنزليش صور. هو بينزل انا هو عشان هو قليل برضو، وانا برضو قليل قوي لما بنزل صور ليا او انا وهو. انا دايما مثلا مشغوله، لاني انا اعتقادي الشخصي انا مش عروسه حلاوه يعني. يعني هي فكره ان انا انزل الصوره عشان الناس تعمل لي كام لايك، لا انا بحس ان الاكونت ده انا عندي مسؤوليه تجاه مجتمعي. اوكي في فيديوهات بتعجبني بنزلها بشيرها، في مثلا مساعده للغير في الخير لا اقدر اعمله بعمله كوت عارفه. طب ما في تيك توك، عمرك ما فكرتي عملت ايه ده؟ عندي اكونت على التيك توك بس قليل قوي. ايوه ما انا بقول، انا بقول لك انا مشكلتي زي ما انت قلتي في حاله حصلت. انا شايفه ان قيمتي اكبر من ده. اهزر مره اتنين كده، لكن مش طول الوقت. مش عارفه مستمر تيك توك يعني صح. يعني انا بحس ان ده يعني انت وتامر مش وقتك ده، مش وقتي اعملها مش مره اتنين، بس ما تحرقيش نفسك يعني. اصل في النهايه انت فنانه، انت ليكي اسمك ليكي، مش بقول ان ده حاجه ذكاء. غلط يعني انا مش بس الموهبه كفايه، عندي ذكاء امتى اظهر وازاي وكده. انا شايفه ده مهم جدا.
رانيا وتامر اصدقاء وسند لبعض. الصيغه دي بتتعمل ازاي؟ ناس كتير جدا بتستصعبها وبتقول ازاي بتتعمل، لا ما بنعرفش يعني اتعملت ازاي الصيغه. من اول يوم تعهدنا ان الصراحه راحه، اي حد زعلان من التاني يقول له، اي موقف حد تاني بيتعرض يحكي، حتى لو مثلا اي حاجه ممكن انت عارفه انه مثلا في حاجات تضايق الراجل، مثلا فلان مش عارفه قال لي هي، واقول لي فلان، لا بنقول كل حاجه واضحه وصريحه، فده مريح جدا. فكره ان انتوا الاثنين اصدقاء ده بيسهل انكم تتكلموا، لكن ما بيمنعش الخناق. طب فيش بيت ما فيهوش خناق. بتحتوي الخناقه ازاي يعني؟ بصي انا بطبعي الحمد لله رب العالمين مش عصبيه، ولا تامر عصبي ولا غلاط، دي ميزه محترم جدا جدا جدا، دي من اهم الميزات في اي بني ادم في اي علاقه، بتلم كل حاجه. وفي نفس الوقت انا مش من نوع المكابر، يعني مش لو انا غلطت انا بقول انا اسفه، وهو كمان لو غلط هو بيقول انا اسف انا بعتذر. وما تتخصموش قبل الايام كتير، لا ده برضو لان احنا مقررين ان طول الخصام مؤذي. صح. بيأذي العلاقه. صح. فلازم نتصالح. ممكن اكيد مش هتتصالحي في ساعتها على طول، بس على الاقل بيبقى فيه حوار، من الحوار بتنتقلي بقى للعادي بعد كده. وبعد كده تتصالحوا والامور بتبقى حلو. طيب تامر سرطان يعني؟ ايوه رومانسي. حضرتك ايوه يعني رومانسي يعني. أيوة. بيقول كلام حلو. انت انا جوزاء. اوبا بس جوزاء شكلها رومانسي. شكلها سرطان مش والله شكلها جوزاء. والله انا جوزاء متقلبه. أنا بس استني عشان انت سرطان بس معلش ثانيه واحده. انا قلتها لتامر برضه، قلت له يعني الناس كلها طلعت اشاعه ان الجوزاء برج مودي صح؟ ايوه ده المعروف. السرطان مودي جدا فعلا. السرطان برج مودي لا جدا اكتر من الجوزاء. قلت له معلش انتوا ضحكتوا على الناس كلها، السرطان على الجوزاء مودي، لا انتوا برج مودي اكتر. النهارده ظريف لانه حساس جدا جدا، فاقل حاجه تضايقه لو فهمتي طبيعته ترتاحي تعرفي تتعاملي. انا بيستوقفني ان العلاقه دي مبنيه على وجودك ووجود تامر، وهو عنده ولد وانت عندك البنتين، فانا شايفه انها اسره مقرره ان هي تبقى سعيده بدون التابو بتاع انك لازم تخلفي منه علشان يحس ان دي ولاده، وهو لازم يخلف منك عشان الولد يحس انك امه، عارفه انت العكه دي. بس العلاقه بتبقى اقوى. انت عامله علاقه حلوه قوي عشان انت خلاص يعني هو الرابط الوحيد الحب والمشاعر. عنده ولد وانا عندي بنتين، فهو لو نفسه في بنتين فعنده البنتين، انا عن نفسي في ولد فجالي الولد، خلاص احنا نفضل ان احنا نبسط بقى. هو قدر يكسب. هو ده اللي انا قصدت اقوله، ان انت عملتي قدر يكسب البنات دي علاقه. علاقه مش ملك وفريده، مش العاديه ملك وفريده، مش اي بنات وسن. صح. قدر يكسبهم ازاي؟ لا لا جدا جدا جدا. لا 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 هو حنين السرطان، او تامر كمان بطبعه حنين. وخلي بالك اللي بيبقى عنده ولد بيبقى نفسه في بنات، واللي عندها بنات بيبقى نفسها في ولد، سبحان الله. فهي سبحان التركيبه الله. ربانيه جت من عند ربنا. بس يعني رغم ان ممكن تامر يبقى طيب وحنين واب رائع، انا بعتقد ان البنات برضو بيبقوا شويه في غيره على لا ماما. لا العكس. الولد الولد انت بتقعدي مع البنات بتديهم their own time، يعني انت عامله لنفسك. هم اللي ما بيردوش يدوني ماي تايم معاهم. مش انا بيعملوا ايه؟ بالك الجيل ده غيرنا، احنا كنا لازقين في اهالينا بجد. وكان متعتنا في ان احنا ونروح لقرايبنا وخالاتنا واولاد خالاتنا. دي متعه انا ما زلنا محافظين عليها في العيله، وعماتي واولاد عماتي كده الموضوع يعني. لكن هم لا، هم اصحابهم بيدخلوكي في حياتهم. هم البنات موجودين اماراتهم. ملك وفريده، ملك وفريده بيدخلوكي في حياتهم في علاقاتهم الشخصيه. ما هو بصي مامي في النهايه هي مامي يعني في النهايه بتبقى عايزه نصيحتك، في النهايه ما بيحصل اي موقف بتيجي تعيط في حضنك انت.
مامي مثلا عايزاكي تيجي معايا نعمل كذا كذا. مامي طب انت ام اوبن مايندد ولا ام؟ لا لا اوبن مايندد. ولسه هم نقطه ضعفك؟ احنا اصحاب اه طبعا ما زالوا هيفضلوا طول الوقت يعني. خلاص دي نقطه ضعف مستمره. انا عندي تجاههم حاله صعبه صعبه يعني. ايه يعني فهموني زياده إيه؟ هي انا يعني زياده اوفر اه اوفر في القلق في القلق فظيعه يعني حبي ليهم فظيع. بتكلميهم كم مره في اليوم يا روحي؟ يعني حسب بقى لو هم بره البيت ده بقى يعني اللي هو خلاص بيزهقوا مني. لو في البيت احنا يعني كده لازم ابوس عليهم قبل ما انام لازم يعني الموضوع زي اي ام اعتقد بالذات يعني بس الزمن مش بالقلق ده كلنا بنقلق بس مش لا ده انا دلوقتي بقيت احسن الحمد لله يعني دلوقتي بقيت احسن بقى اعقل في نفسي وكل ما تجيني افكار وحشه اقول الا بذكر الله تطمئن القلوب يعني عارفه لا انا كنت داخله في مرحله مرضيه بس لحقتني يعني عالجت نفسي. ليه الرعب ده جالك عشان هما بنتين؟ لاني السوشيال ميديا تفتحيها بتلاقي كوارث ومصايب فاللي هو لا وكان في عياط بالظبط حاجات كتير. هم عارفين ان هم نقطه ضعفك بيستغلوا ده بيبتزوكي بده طبعا اكيد يعني بس بشكل لطيف يعني في النهايه برضو ربطهم ان هنا انا اقدر اعمل هنا انا معايا فلوس اعمل هنا انا معيش فلوس فما بتقدري تقولي لهم معيش فلوس؟ اه طبعا ده امر واقع يعني زمان حتى ما كنا نروح نشتري لعبه اقول لها دي انا اقدر اشتريها دي انا ما اقدرش اشتريها وبيتقبلوا ان ماما معهاش فلوس بالظبط ما خلاص ما هي انت ربيتي على ده وبقعد معاهم يعني في وقت كده جبنا ادي مصروف البيت عشان تبقوا عارفين هنا هندفع كذا نعمل كذا نسوي كذا عشان تبقى عارفه ان الموضوع يعني ان الحياه مش حسابات مش في حسابات مش بالظبط ودماغك مفتوحه معاهم لحد فين يعني ايه مساحه الحريه بالنسبه له؟ لا مساحه الحريه هي برضو ان في عادات وتقاليد وفي حلال وحرام بس عشان برضو ما اقولش حاجه في النهايه انا بحاول اسيطر كلنا على فكره لكن غصب عنك لان برضو انا كنت لسه بتكلم مش فاكره مع مين فيهم بقولها انا مش عارفه هي المدارس الانترناشونال دي صح ولا غلط انا مش عارفه انا عملت حاجه صح ولا عملنا حاجه غلط انا قلت نفس الكلمه دي قبل كده لان الفكر اوروبيه يعني خواجه قوي اللي هو اقنعيني وانت ليه تربينا غير كده الحاجات التانية سلوكيات وتصرفات لا تقبل مختلفة. الاخر حتى لو الاخر مختلف عنك فانت عليكي انك تتقبليه وتقيميه بالعلاقه اللي بينك وبينه مش أيوة. بكلام الناس ما هو كل ده واقنعيني وليه غلط ليه ما غلط يعني العرف عندنا ده غلط ده حرام ده ايوه طب ما انا لازم اغلط عشان انا لسه بتعلم انا لازم اغلط واعرف الصح تلاقي نفسك اللي هو بتعملي ايه بقى في الوقت ده؟ ما انا بنسحب يعني انا مش بنسحب بقعد اناقش شويه وبعدين بقولها بصي انا تعبت يعني يعني بس انا طويله البال بس بعد فتره بلاقي ان الله طب ما هو هم متلخبطين هم عايشين بفكرين هم شبه زمانهم خليني أيوة. اقولك ملك اول ما الناس شافت صورتها قالت انها نسخه طبق الاصل منك مع ان هم الاثنين شبهك ليه الناس شايفه ملك نسخه مصغره عشان ملك اشقى شويه يعني ملك شقيه وانا في بدايه التمثيل ملك. وكنت هي ملكة. كبروا البنات هي شكلا وطباعا ولا شكلا بس بعض الطباع مش كوبي يعني دي واخده مني حبه ودي واخده مني حبه طب ما فيش حد فيهم عايز يمثل ملك المفروض يعني هتخش هتديها الفرصه زي ما باباك اداكي تخلص بس الجامعه يعني تخلص الجامعه لان في الوقت الحالي بقول لك بنشتغل بال 18 وال 16 ساعه فكده هي مش هتلحق تخلص يعني طيب. انا نفسي بس تخلص جامعه بس هي برضو في النهايه اللي هي عايزاها هتعمله عشان بالزبط. بس احنا بنقول في النهايه هم بيعملوا اللي هم بيفرضوا ارادتهم بالظبط الملك فريد شوقي رغم انه رحل بس احنا مش حاسين ان هو رحل هو موجود طول الوقت من 25 سنه تقريبا لكن طول الوقت هو
اول واهم حب في حياتك، يعني كانه هو الرجل الحب اللي لا يضاهيه حب. يعني تامر متقبل ده جدا، وليه؟ عشان هو برضه بالنسبه له امه امه كانت ست جميله. يعني حب فظيع. لو كان فريد شوقي عايش وربنا اداله الصحه ويفضل موجود، كانت تفتكري اعماق كان فضل مكمل شغل؟ طبعا. لا لا لا، ده هو بيعشق، هو اساسا انتاج ولا تمثيل؟ الاثنين الاثنين، لان هو كان بينتج لما يبقى عنده كممثل حلم لدور هو مش لاقيه بره. ما هو الانتاج ليه؟ هو مش بينتج كده عشان يكسب او بتاع، بيبقى عنده كممثل حلم. حتى شوفي نوعيه افلامه الانتاجات مختلفه. انا سمعت لك مره في حوار قلتي هو كان بيعتبر ان السيناريوهات اللي موجوده في الدرج دي فلوس. دي حقيقة. من ضمن الحاجات اكيد اكيد هو عنده سيناريوهات هو محوشها. ايه ما فتحتيش، ما دعبستيش في السيناريوهات دي؟ لا عندنا في، ما قريتيش حاجات لفتت نظرك؟ الوقت الحالي مش بتاعها قوي، يعني عارفه احنا للاسف السينما بتفتقد النوعيه الاجتماعيه. السينما دلوقتي يا اكشن يا كوميدي، مش يعني مفيش دراما، مفيش حاجات، مفيش رومانسي، مفيش اجتماعي، في اغلب الاحوال مفيش سينما، يعني قليله جدا يعني اللي موجود الانتاج. حاجات نقول افلام بس مش هنقول سينما. السينما دي حاجه تطلق على نوعيات معينه بقت قليله قوي في ما انا بقول لك الانتاج قل جدا. انتاج السينما ده ما فيش حاجه، ما فيش صناعه قايمه على 20 فيلم في السنه، بالكتير منهم نصهم افلام تكلفتها قليله ومستواها قليل. يعني ده انا فما فيش صناعه تبقى قايمه على ده ابدا. ايه السيناريو اللي لفت نظرك موجود وممكن تعيدي صياغته من الحاجات المخزونه في الادراج بتاعته؟ لا ما هو كان في فيلم اللي هو اولاد الشوارع ده اللي كان مفروض هينتجه وعبير تخرجه، وهو نفس القصه اطفال الشوارع اللي هو ما زالت موجوده. هو كان عنده حلم ينتج وانت تمثلي وعبير تخرج. ايوه دي حقيقة. الحلم ده توليفة. جزء منه راح برحيله، لكن الجزء الثاني ممكن يتحقق يوم ما. حاولنا وعبير خدت الفيلم عرضته، كان على اكتر من ممثل كده، قال لك اللي بيكتبه فريد شوقي ما يعملوش غير فريد شوقي، بيبقى روحه في الورق، فبيبقى صعب يعني. منه استاذ محمود مرسي مثلا، منهم استاذ دريد لحام، منهم استاذ محمود عبد العزيز. يعني قصدي قال لك فريد شوقي ليه بصمته في الورق. ما انت عارفه، هو لو انت بصيتي في تاريخ، طبعا مع احترامي كل الفنانين الجمال الموجودين عندنا، هو ما فيش غير فريد شوقي واحد. يعني دي حقيقة. مش هتلاقي كوبي لاي، ممكن تقولي واحد شبه فلان وفلان وفلان، ولا حد جه زي فريد شوقي ولا هيجي. خلاص هو دي بصمته، لانه كان عاشق للمهنه مش عاشق لشخصه ولا لمجده. كانت السينما بالنسبه له اللي هو دي رسالتي في الحياه، يعني انا ربنا اداني الموهبه دي عشان اخدم بيها مجتمعي. يعني الفنان الوحيد اللي بافلامه عمل قوانين في مصر طبعا، ولغايه دلوقتي عايشين عليها طبعا. يعني لما بفتح الجنان والاقي سمح وزير الداخليه بخروج السجين لزياره، هو كلمه شرف، بترحم على ابويا. طبعا. بقول الله يرحمك. صح. مفيش حد غير يمكن نور الشريف كان مهموم كده. الجيل الجديد مش شايفه فيه حد كده. مفيش افلام اجتماعيه، يعني يمكن الدراما اللي بيبقى فيه مسلسلات اجتماعيه، لكن السينما شايفاها كلها اكشن، يعني اكشن او كوميدي، مش كده؟ ما فيش. طب انتوا خمس بنات لكن رانيا كان لها يعني السحر خاص ومكان خاص وكل حاجه خاص عند الملك فريد شوقي. ممكن قبل ما تردي اطلع فاصل وارجع بعد الفاصل تفكري كده ليه انت كنتي مدلله. فاصل ونرجع مره ثانيه.
هنرجع مره تانية مع حضراتكم. وقبل الفاصل كان سهير بتسال رانيا وتقول لها خمس بنات بس رانيا المفضله. والله خالص يا سوسو، بالعكس هو ما حتى ما مره تساليه طب بتحب مين اكتر واحده فينا، يقول لك بحبكم كلكم قد بعض. هو ما كانش بيحاول، بس انا كنت فارضه نفسي عليه، وعشان كمان انت الاصغر. ما هو بالظبط يعني، وانا برضو اللي بحب التمثيل خلي بالك، فكل ده برضو من يعني من وانا طفله، من وانا عندي ست سنين بقولها هطلع ممثله، ما غيرتش الموضوع من ست سنين. وتجيبي حاجه شريهان وتقعدي تتفرجي على شريهان شريهان ولا وسيناريوهات بابا القديمه، بنجيبها وبنوسع بنقسم الادوار وبنعملها. وكان في مسرحيه بيعملها اسمها الحراميه، بعد ما الستاره تفر كنا بنطلع انا واولاد اخواتي اون ستيج ونبتدي نتقمص الادوار. ده كان في مسرح الريحاني، عشان كده ما اشتغلت في مسرح الريحاني بمسرحيه ربنا يخلي جمعه. لا سوري، بابا جاب موز. افتكرت اوضه بابا اللي كانت فوق، اللي هي كانت اوضه الفنان العظيم نجيب الريحاني وكده، لقيت المواضيع اختلفت عن زمان. عارفه لما في دماغك ذكريات وتلاقي حاجه تانية. انا كمان اقرب شخصيه يعني الكاركتر قريب لبابا قوي، يعني اللي هو الطيب بكلام كل الناس، الطيب الستريكت شويه يعني. وانا بشتغل مع طنط هدى سلطان كان مسلسل، فانا بحب اضحك يعني، انا بحس اني وانا رايحه شغلي ده حبيبي، انا رايحه اقابل حبيبي يعني، رايحه تو انجوي انبسط. فعشان كده كمان ما بعرفش انزل اشتغل اي حاجه يعني، بحب انقي قوي يعني. فكانت دايما تشوفني بابا بهزر مع ده والكبير والصغير، مش عارفه تقول لي يخرب عقلك فريد شوقي ماشي قدامي. وعلاقتك بها كانت ايه بقى؟ رائعة. يعني انت كده مرات ابوكي صفقه. ايوه هي كانت جميله الست دي قمر. طب انت كنت بتتكلمي دلوقتي لسه من شويه في ان انت بتختاري الادوار بعنايه وممكن ترفضي حاجات كتير فتقعدك في البيت فتره طويله وتنزلي على الحاجات اللي انت حابه تعمليها. حلو. بس احنا ذنبنا ايه؟ يعني انا مقتنعه تمام يا باشا. طب انا ذنبي ايه؟ يعني انا ذنبي ايه؟ ما شوفكيش غير كل سنتين لا والله خالص بالعكس، ده السنه يعني دي ده انا عملت كذا حاجه، ام العيال وابو العروسه والحلم كان هنا على النهار. ايوه ولاد، انا ما بتكلمش على السنه دي، انا بتكلم على في التاريخ في الفتره اللي فاتت دي. لا تعالوا نتكلم بقى. برضو انت الصناعه اللي جواه فنان ما بيعرفش يعني. انا بقيت يعني انا زمان ممكن لاني عايزه انتشر، عايزه دلوقتي انا عايزه اتبسط، عايزه اقدم حاجه للمشاهد تسعده تبسطه. بس انت تقدري تعملي حاجات اقوى من كده. انا مش عارفه انت ليه ما تزعليش مني، انت مش بنت فريد شوقي وباباكي يعني من اقوى النجوم الموجودين الله يرحمه، لكن انا حاسه ان انت عندك موهبه حلوه جدا وقويه جدا، بس مش واخده فرصتك. مش واخده فرصتي لاني انا مش منتجه، ما عنديش. فريد شوقي ذكائه انه كان منتج ومؤلف، يعني هو كان سيناريست، دي موهبه ربنا اداهاله وزمن بقى تاني وحياه تانيه. لكن انا دلوقتي بقعد استنى الاعمال اللي هتجيلي فبختار الافضل. مفيش الافضل، بقول لك انا قاعده في بيتي. يعني انت ما بتسعيش ولا ما بتطلبيش؟ ما بسعيش. طب ليه؟ عشان انت بنت فريد شوقي؟ لا ملاش، بالعكس خالص يعني. بس اللي هو هسعى لمين يعني؟ انا بعتبر سعي في اني اجيد الدور اللي انا بعمله. بس الظروف دلوقتي اتغيرت. لكن ان انا امشي اكلم فلان مساء الخير، ايه ده مش انا اشتركت. بس بتحزن. في ناس بيعملوا فيديوهات على السوشيال ميديا يطلبوا فيها ان انا موجوده وبقالي قاعده. لا ما تعمليش. لا بس طب مع ولا ضد؟ كل واحد حر، كل واحد ليه تفكيره. انا تفكيري هو شغلي اللي بيتكلم عني. بس بتحسي انك بتضايقي لما بتقعدي مده ما تجيلكيش الادوار اللي انت حباها؟ طبعا. او بتحسي ان انت عندك طاقه وموهبه وتشوفي ناس تانية اقل بكتير هم اللي موجودين؟ انا بعتبر ده رزق يعني، دي بقى تقسيمه الرزق بتاعت ربنا ملهاش، وليكي ميعاد وليكي وقت اللي انت عايزاه هيجيلك.
بدليل ان انا ممكن اختفي سنه وارجع بحاجه تعمل بو جامد. بس هو يعني حلو جدا حاله الرضا والتصالح دي. ما هو هو الرزق بتاع ربنا فعلا يعني. وممكن اكون انا يعني انا ده ما تيجي تقولي لي طب مين السبب اقول لك انا مقصره في حق أيوة نفسي. طب ما هو ده اللي انا بقوله يا يعني جماعه. انا لا الوم على حد لان انا بس انا كمان ما عنديش مكتفيه جرأة ان انا اقتحم حد. تعالي ما بعرفش. تعالي قولي يا رانيا انت مقصره في حق نفسك غير اقتحام في حياه حد. ايه اللي كان المفروض تعمليه اقوى من كده؟ يعني انت مقصره في حق نفسك ازاي؟ انت ما حضرتيش، ما بتروحيش حفلات، ما بتروحيش مناسبات، ما بتطلبيش حاجه من حد. الحاجات دي قوي على فكره وبقت قليله جدا يعني ما كده. لا هي فكره انا مثلا ان انت انا ما عنديش يعني ايه إن ممكن اقعد اجيب ورق وسيناريو ويكتب واروح اخبط بقى على بيبان المنتجين. مش انا بقى، ما هي قدرات يعني. طيب نرجع كرامتي يا جماعه جامده قوي معلش. نرجع يعني نرجع للملك. ليه انت متحفزه ان يتعمل سيرته الذاتيه؟ لا انا مش متحفزه. انا السؤال كان مين يعمل فايت شوته؟ مفيش. سؤال واضح وصريح. طب ممكن ازود انا على حاجه؟ اتفضلي. كل المسلسلات تعمل سيره ذاتيه فشلت الا ام كلثوم. الا ام كلثوم واسمهان. انا اسمهان نص نص وشويه اسماعيل ياسين ونص نص بس. ايوه ماشي نص. لكن الباقي اللي كانت البومين كانت ام كلثوم لانها كانت الاولى في الظاهره. والملك فاروق طبعا. والملك فاروق لان طبعا كان متعدله حلو جدا. واسمهان نجح نص بس نص. انت مش شايفه لا قوه ام كلثوم. انت مش شايفه حد يعمل فريد شوقي شكلا ولا تمثيلا؟ الفيزيكال شكل. الشكل الفيزيكال ده بتالي ما بقاش بابا يا جماعه كف ايده يعني. انتوا مش فاهمين حاجه. لا وكاريزما يعني في حجم وفي شخصيه وكاريزما وحضور ويعني عشان كده انا اللي قلته كده هو عشان يتعمل هتضطري تجيبي ممثل وجه جديد شاب عشان يبتدي المرحله الاولانيه وبعدين وسط وبعدين فانت عندك ممكن يبقوا اتنين ممثلين يعملوه او ثلاثه كمان مراحل في حياتك عشان تجيدي انك تجيبي الثلاثه بتالي دي. طيب فريد شوقي بيته في العجوزه كان هو عاصمه فن لوحده. كان ملتقى كل النجوم وكل الاعمار وكل النجوم في كل المجالات وفي الوطن العربي. مين اكتر حد انت تحكي لنا بقى عنه؟ انت كان عندكم نور الشريف ومحمود عبد العزيز زكاوة. واحمد زكي زكاوة. وكان دلع وزكاوة. ايه بقى يعني ايه اكتر حد كانت علاقتك بيه خاصه؟ فاروق الفيشاوي الله يرحمه. قمر استاذ محمود عبد العزيز. احمد زكي. يعني دول الثلاثي اللي كان الموضوع بالنسبه لنا مختلف يعني. يعني فاروق الفيشاوي يعني ياما اتعذب ان احنا نعمل شوربه او نعمل كيكه وحشه ولازم ياكلها يعني ياما اتعذب. ده هو كان قاعد مع الملك وعلى طول قاعد معاه وانتوا بتجربوا فيهم. ابويا بالنسبه له هو ابوه يعني. انا فاكره واحنا بنعمل ملك لير يا حبيبي الله يرحمه كان عيان ساعتها. بس ما حسيت يعني قمه التعلق على المسرح. ما حسسناش ان هو عيان اصلا. انت قلتي الكلمه دي لما قابلناكي في يعني المسرح قلتي ما هو والضحك وطول الوقت بيناديني تعالي يا بنت الملك ويقعد يحكي لي وابوكي ولما رحنا وعملنا وانا ابقى سعيده يعني. هو كمان عنده من الذكاء عارف عشقي لابويا فبيقعد يسعدك وهو نفسه هو بيحكي بيبقى في قمه سعادته يعني. كان برضو استاذ محمود عبد العزيز نفس القصه يعني انا بالنسبه له بنت فايت شوقي ف يعني يستقبلك ومره مش فاكره كنا في حته وخدني ووصلني البيت لا يعني في علاقه يشوفوا امي يجروا يسلموا عليها بتاع فدول يعني. طب واحمد زكي؟ زكاوة ده كان علاقته هو وبابا كوميديه جدا يعني. يعني انا فاكره مره هو كان ساكن جنبنا عشان العجوزه وهو كان ساكن في العجوزه برضو. فمره كان عنده قرايبه من البلد فكلم بابا وقال له يا ملك
انا قرايبي مش مصدقين ان انا بكلم فريد شوقي، فخد ما هو معاك عشان، قال له عشان تعرف انك نكره. فطول الوقت هم شغالين كده هزار فظيع، وكان على طول بيجي وكان بيحب قوي العجوه بالسمنه اللي ماما بتعملها دي، وكان ساعات يجي يتسحر معانا في رمضان يعني. لا لا، واول ما بابا جاب لي عربيتي الجديده قال لي مش هتاخديني بقى تفسحيني بالعربيه؟ قلت له يلا بينا، ورحنا وخدنا ايس كريم يعني. لا لا، انا عشان كده بقول لك انا يعني انا يعني عشت تشبعتي بكل قوي. وشفتيهم في البيت وحضرتي معاهم، ما بقاش عندي انبهار. ايه المواقف يعني عارفه الانبهار؟ ما عنديش. ايه المواقف الثانيه اللي تفتكريها لمحمود عبد العزيز في كمان نور الشريف؟ كان بيلعبنا واحنا اطفال. صلح قال لا بولا لا لا لي، وقال لا مش بهزر والله. استاذ نور الشريف يمكن لما اشتغلت بقيت اقرب ليه يعني وكان مسميني عفريته يعني، واحنا بنصور لي عفريته. فانا قلت هي دي حاجه حلوه ولا وحشه؟ انا مش فاهمه يعني. لما بعد كده قال لي اوعي تسالي عفريته، عفريته دي يعني انت ممثله عفريته. انا اللي بيعجبني بقول عليه عفريته. رانيا، انت هل كنت تتوقعي ان دورك في الضوء الشارد كان ممكن يفضل معلم كده والمسلسل ده يفضل موجود؟ ولا حد فينا اصبح يعني رمز الرومانسيه. كنت وانت بتعملي كنت فاكره كده؟ ولا حد فينا، ولا ممدوح الله يرحمه، ولا منى استاذه سميحه، ولا منى، ولا اي حد، ولا استاذ مجدي ابو عميره، ولا استاذ صفاء، ولا اي حد متوقع هذا. قلنا هينجح، لكن انه يبقى ده علامه مميزه في تاريخ المسلسلات الصعيدي والرومانسيه، ان بعد سنين يرجع يقول لك ده نفيسه اتظلمت يعني. نفيسه اتظلمت اللي هم بيسالوني توب ربنا ما بيضيعش حق احد. نفيسه اتظلمت بالظبط. ايوه بالظبط، هي ما كانتش شريره، بتدافع عن حبها. كواليس المسلسل ده بوجود الاسامي الكبيره الموجوده، سميح ايوب، ممدوح عبد العليم الله يرحمه، يوسف شعبان، كان بدايه محمد رياض، ايوه اعتقد ده كان فارس اول حاجه. برضو كان بدايه منى زكي. ايوه منى زكي ما كانتش عامله بتاع. انت كنت يمكن لا انا كنت اقدم منه. اقدم شويه منه. التوليفه دي كانت عامله ازاي؟ كان الجو بينكوا عامل ازاي؟ لا كان حلوه قوي قوي. كانت سمية الخشاب. وكانت سمية الخشاب كان اول حاجه جايه لي لسمية الخشاب. بقول لك اعتقد او تاني حاجه يعني، الحاجه اللي علمت يعني. لا الموضوع كان اولا انا وممدوح كنا عملنا زمان مسلسل مع استاذ اسماعيل عبد الحافظ ونجح جدا برضو، كان اسمه خالتي صفيه ودير طبعا ده بدايه. وبعدين عملنا بروفات مسرح كان اسمه قصة الحي الغربي، بس هو ما كملش، ممدوح مشي ما اعتذر وما كملش. فدي برضو. وعملنا اللي هو الضوء الشارد، فاحنا اصحاب يعني. اعرفه من قبل كده. طن سميحة ايوب دي مربياني يعني، دي يعني من ضمن الناس اللي بتقولي علاقات لطن سميحة وانكل سعد وابا، دول انا يعني مربينا فعليا يعني. فدول اقرب اتنين ليا في شغلي معظمه. استاذ يوسف شعبان حبيب ابويا يعني من زمان. فانت الجو فانا يعني استاذ مجدي ابو عميره العيله. بتشتغلي مع العيله. لا بس هي كانت مجتهده جدا يعني، انت كنت شاطره جدا في الدور يعني. انت ما تعاملتيش على ان هم اصحاب من العيله. انا ما حد هيشيلني. لا 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 خالص. اولا كنا بنتكلم الصعيدي واحنا في البلاتو في الكواليس، ده من ضمن التمرينات. ما هو فكويس كنت متعايشين مع الشخصيات جدا يعني. وحتى ما نيجي نهزر نقعد نهزر وبتاع بالصعيدي، تعالي اقعد هنا كده يعني، عارفه عشان اللكنه. كان استاذ مجدي ابو عميره طبعا مخرج كبير، مدي حق المصحح اللهجه انه يقول ستوب في حاله ان في حد غلط، فهو يقول ستوب. فطبعا عندك حاجات اللي هو انا مره جمله وقفت، انا بحاول بس مش مرص ايه مرشح نفسي لمجلس الشعب اللي هو ما طلعتش، عارفه اللي هو انا دلوقتي مش بكلمها. فقعدت قلت لهم اديني بس دقيقه هركز واقولها. بس طبعا دلوقتي
السعيدي اسهل بالنسبه لي، دي كانت اول مره. بس الضوء الشارد رجع تاني ياخد حقه على السوشيال ميديا غير طبيعي، زي لن اعيش في جلباب ابي. طبعا ترند ترند على السوشيال ميديا. لن اعيش في جلباب ابي انتاج ناهد فريد شوقي. طب كويس العيله برضه. يعني بالظبط. اخراج استاذ احمد توفيق وانتاج ناهد. رغم قله الاعمال الدراميه الا ان الاعمال الدراميه هي اللي بتفضل عايشه وترجع لك تاني وتبقى ترند المره التانية. ليه نرجع تاني؟ الاجتماعيه. الاجتماعيه ده ابويا كان طول الوقت بيقوله، السينما اعمل المواضيع اللي انت عايزها، اما التلفزيون فانت ضيف على المشاهد، فلازم تبقى ضيف خفيف وتناقشوا مشاكله. وعشان كده بقت الدراما التلفزيونية هي اللي بتعيش، مش الأفلام الجديدة في السينما ولا ولا المسلسلات الأكشن يعني. ليها ضرورة ولازم يبقى فيه تنوع، أنا مع ده جدا، لكن ما نهدرش حق المسلسلات الاجتماعية. لا طبعا، يعني ترجعي تتفرجي عليها مرة تانية. العروسة ايه؟ اجتماعي. مسلسل اجتماعي فعلا. بالظبط. عدي بقى قيسي كده كام مسلسل في الآخر عملوا نجاح كبير. مسلسل اجتماعي، ولاد ناس مسلسل اجتماعي. طيب انت من ضمن الناس المحظوظه اللي برضو اشتغلتي مسرح مع يحيى الفخراني. طبعا. واول مسلسل تلفزيوني كان مع دكتور يحيى، الخروج من المأزق. ويتربى في عزه. ويتربى في عزه. توظيف الاموال. أيوه. ويتربى في عزه. لا انا عملت بعد تربى في عزه، وجحا المصري خدت فيه جائزه احسن ممثله، وعملت يتربى في عزه، والخروج من المأزق. ادي اربع مسلسلات. والملك سر الكاريزما اللي غرامات عطوه ومطوه. طب سر الكاريزما اللي بينكم انت ودكتور يحيى الفخراني، وعلاقتك كمان بدكتور لميس، انت برضو علاقتك بالعيله عنده. لا بس خلينا الاول في دكتور يحيى. لا دكتور يحيى اول تعرف انا ما يعني ما كنتش اعرفه حتى من وانا صغيره، ما قابلته يعني، ما كانش في علاقه يعني مره مش من المقربين لبابا يعني. لكن كان في الاستاذه عبله كامل اعتذرت عنها تكمل مسرحيه غراميات عطوه ومطوه. اوكي. وانا كنت لسه مقدمه سنه اولى ورشه، حتى لسه ما اتقبلتش معهد فنون مسرحيه. كان استاذي دكتور سعد أرضش هو بيعمل لنا في الورشه اختبارات وكده، وهو المخرج بتاع المسرحيه. سبحان الله، دخلت اداني كده اختبار فعملته وبتاع، فراح اقترح على الفنانين عبله كامل. بالظبط، بديلة عبلة كامل. اول ما قابلت، لان استاذه عبلة دي حاجه كبيره قوي. اول ما قابلت يحيى الفخراني، لا كنت خايفه جدا. هو ليه ضحكه جميله كده ومقابله حلوه. هو يبدو سهل قوي. بس هو مش سهل. انا حسيت بكده. ايوه، هو شخص ملتزم جدا. بالظبط. شاطر يعني. هو شاطر في شغلته. لا هو دكتور يحيى الشغل عنده احترام والتزام، هو ده الموضوع. وكان برضو استاذ نور شريف كده. طب انت في الملك لير كان اول مره تتعاملي باللغه العربيه الفصحى، ودي موضوع مش ليا. لا انا عملت قبل كده حاجات باللغه العربيه بس على المسرح. عملت كانت لغه عربيه بس مخففه شويه، كانت اللي هي حلاق بغداد، عملتها على مسرح السلام. لكن هنا دالير ما كانش مخفف. دي كانت تقيله بقى. بتحفظيها ازاي؟ ممكن اعرف يعني تدينا كده؟ لا بصي انا لا اصل السؤال ده شخصي. هي عملنا كام بروفات انقذوا عزيزه قوم من زمان. اديني الطلعه. لا بصي، ما انا بقول لك احنا عملنا كام بروفات ترابيزه قرايه وحفظ. فجم انا اول يوم لازم تتحكي على دكتور يحيى، عارفه لو معاكي مخرج هتقولي زوم ان على دكتور يحيى ورانيا بتقرا لغه عربيه. زوم ان فعلا، اللي هو الراجل مش مصدق. مسبهل. اللي ايه ده؟ في ايه؟ في لخبطه في جهاز النطق ولا ايه؟ مع ان انا في المعهد مثلت لغه عربيه بس طبعا بقى لي سنين. يعني ما عملتهاش، توقفت يعني. فالمهم تحديت نفسي، قلت لا يكون يا لا اكون. هي كده. رحت تالت يوم بروفات حافظه الفصل الاول.
ما شاء الله عملتيها قعدتي يعني هو اساسا كان معانا استاذ ياسر ابو العنين، هو مصحح اللغه العربيه وممثل ومساعد اخراج، هو احد الناس الجامدين الشاطرين. سجل لكل واحد اجزاء. طب والله برافو، وبعته لنا بنحييه على الواتساب. الافكار دي طبعا على الواتساب، وانا بقى حاطه السماعه وكر بقى، انا كان عيالي بيضحكوا عليا بيضحكوا عليا بقى وانا ماشيه بقول لغه العربية مش فاهمين انا بقول ايه للاسف، لان طبعا الجيل ده العربي بتاع لو احنا ضايعين فدول اكثر اكثر دول الضياع نفسه الماده الخام بالظبط كده يعني. فبقيت ماشيه طول الوقت بقولها يا عارفه اللي كده بقى، فالعيال بص لي لا الست اتجننت يعني، واقول لهم ما تقلقوش والله انا كويسه بس انت لو. ورحت تالت يوم حافظه. رحت تالت يوم حافظه بقى دكتور يحيى يعني، عارفه الرياكشن القديم اللي هو ايه دي بقى تحول الانبهار بقى ايه ده. واو. يعني برافو يعني. يحيى الفخراني، نور الشريف، عادل امام، يعني ثلاث اسماء كبيره انت اشتغلت معاهم، ايه اللي يعني احنا عرفنا الدكتور استاذ يحيى. عادل طبعا انا للاسف ما اتقابلنا كواليس، ما اتقابلناش في مشاهد خالص يعني دي حاجه محزنه بالنسبه لي، لكن على المستوى الشخصي معايا كان رائع يعني. برضو اول يوم ليا في اللوكيشن فلقيته جاي لي ويا بنت الملك، يعني كان موضوع رائع جدا جدا يعني. الوقت بتاع فريد شوقي الملك بمحمود عبد العزيز باحمد زكي بنور الشريف بنجوم تانية كانوا محاوطين على بعض. في شفتي في الفيسبوك الفيديوهات بتنزل من حفله شفتي على المسرح تسديد ديون مصر دي كانوا عاملين جمعيه الجيزه كامله الله يرحمها. مين جمعيه الجيزه؟ ايوه جمعيه فناني جيزه. فناني جيزه كان أيوة. وكان معاهم مديحه كامل وكانوا بيعملوا سكتشات على مديحه كامل. انت حضرتي الحفله دي؟ ايوه انا عندي صوره وانا قنانه كده جنب القمر دي. على الحقيقه يا جماعه يعني بسم الله ما شاء الله قمر حضرتي الحفله دي؟ ست حلوه يعني حلو. حضرتي الحفله؟ ايوه لا الفتره دي ممكن ما لا يعني كنت صغيره قوي، بس في حفله تانية هم عملوا حفلات كتير. انا اللي بقول لك عليها اللي على الفيسبوك دكتور عادل حسني هو في حفله من الحفلات بعيدا عن فناني الجيزه على ما اعتقد طلع بيهم حفله برضو. دي انا ممكن اروح بقى الرحله امريكا وكندا والحاجات. المنظر والحفله اللي احنا شفناها على الفيسبوك دي خلتني اسال سؤال، هو ليه الكلام ده ما بيحصلش في الايام اللي احنا فيها دي؟ ليه الروح دي مش موجوده بين الفنانين الموجودين ده؟ زمن تاني. ايه اللي كان بيميز هذا الزمن وكلهم اسامي؟ ان فريد شوقي كان كلهم اسامي روحي، كل دول ملمومين معظم الوقت حوالين فريد شوقي. هتلاقي حتى في الانترفيوهات شوفي طريقه كلامه هو تحس ان فريد شوقي مركز اشعاع كده في حد ذاته، لا مركز هم قوة. كمان حابينه ومحترمينه يعني جود فادر بالظبط. هو طيب اسمك رانيا فريد شوقي، نجوميتك وليا الشرف من طبعا. رانيا فريد شوقي، لكن هو كمان وجوده معاكي ده حملك مسؤوليه ان مش عارفه تعملي اي حاجه ما يرضاش عنها او اي حاجه تاخدش المسؤوليه دي، وهو مره زعل من دور انت عملتيه. ايه عملت راقصه بس راقصه ايه يعني اللي هو اللبس كده ويا دوب مش عريان يعني خالص كان خالص سينما ولا سينما ولا مسلسل فيلم سينما. فقال لك ايه بقى؟ مش فاكره كان اسمه ايه، نسيت. طب ومن وقت مغلف بشوكولاته تقريبا. ومن وقتها انت خدت قرار ان لا انت لا عملت راقصه بعديها في العطار والسبع بنات. بس اكيد كان دور مختلف. لا انا لا برضه نفس الحكايه. طب هو كان انت ما تعمليش حاجه تعمل المسؤوليه دي. غلب على الفنان، غار عليكي. طبعا هنا الاب تغلب عن الفنان ما لهاش. قال لك ايه يعني؟ المواجهه كانت يعني قويه ولا كده؟ ليه فبصيت له اللي هو انا فنانه بعمل فرايتي لازم انوع، وبعدين فعلا ما فيش حاجه يعني عملتها اوفر. فهمت قصدي؟ يعني طب ما اقتنعش برضه مهما حاولت؟ لا ما هو من اب تقدريش. طب رفضت حاجات عشان رانيا فريد شوقي عشان مسؤوليه الحفاظ على الاسم الكبير؟
والله لا، انا اصل كل واحد ليه طبع برضو يا سوسو. يعني انا بطبعي خجوله على فكره، ما يغركيش المناظر دي. لا انا متاكده. يعني اتكسف قوي، فاكره ساعات ما يقول لك تعالي بقى صور معايا عشان انا هتكسف اخش لوحدي، لا انا عارفه كده يعني. فانا بطبعي ده خلاني ما عنديش جرأة ان اعمل حاجات جريئه، يعني انا ده طبع فيا اصلا يعني. ف غير بقى ان انت تربيتي في بيت فني قوي، بيت الفن بالنسبه له رساله، الفن بالنسبه له خدمه المجتمع، موضوع كبير يعني مش سهل يعني. فانت طالعه عندك تشبع بالافكار الحلوه، الافكار المفيده، ممتلئه خلاص ومتشبعه. بقول لك ايوه، يعني العمل ده عايز يقول ايه؟ الرساله، ايه الهدف؟ مش على فكره في نوع تاني من الفن مش لازم يبقى فيه هدف، يعني ده موجود بس هدف برضو بس هو فني. اختيارك. لا اصل احنا دايما يقول لك الفن رساله، لا هو على فكره الفن رساله واختيار، وبرضو الفن واختيار. تسليه، ما نقدرش ننكر ده. ايوه انا مختاره. ففي نوعيه إيه؟ كده وكده، انت اللي بتختاري انت عايزه تتجهي انهي. طيب انا عندي، انا عايزه اقول حاجه قبل ما تطبخ، يعني هترد على الطباخ. طباخه شاطره جدا جدا، تعمل حلويات وبتعمل محشي وبتعمل عزومات فظيعه. ايه ده؟ لا خلاص هوعدك، خلاص العزومه الجايه. لا دي خيانه فعلا. يعني انت عارفه تطبخي؟ بحب الطبيخ. لا مش بتعرف تطبخ عادي. اختك عبيطه مطبخ. يعني انت لما تقولي بحب الطبيخ بتحرجيني. يا لا انا بحس بخجل في المطبخ قوي. عارفه ليه؟ عشان انا ابيض. لا والله انت، عشان هي انا بعتبره برضو موهبه. يعني الطبيخ ده في ناس تقف تطبخ هي بس اكلها ملهاش طعم، وفي ناس يقول لك انت بتعملي ايه؟ طب انت بتحبي، يعني ايه الفرق ما بين ست بتحب الطبيخ واحده بتطبخ عادي؟ بتعملي ايه؟ حاجات زياده؟ واو. ما هو انت بتبتكري. يعني انا لسه امبارح ابتكرت لهم اكله من دماغي، يعني سجق بالبطاطس المحمره على بعض بالصوص ببصل اورما ولا وصل صغير؟ لا محمر برضو، اللي هو زي بتاع الكشري. هو ده بالظبط كده، والوش موتزاريلا مثلا. يعني مثلا وهم انت عندك عجبهم البيت. خلص اتنسف. يعني انت عندك البيت طبيعي، انت هم انت تخترعي وهم ياكلوا بيتبسطوا. يعني بيشجعوك. لا بس ساعات تقولي لا مامي مش حلو، ممكن لو زودتي حاجه كده يعني. لكن انا يعني بعتبر دي هوايتي التانية. طب انت خدتيها من مين؟ كمان امي. بسبوسه والكنافه. مامتك طباخه. امي شاطره قوي. قوي قوي. ماما سهير. وحماتي سهير. ايوه. وانا سهير. ثلاثه سهير. احلى سهير في حياتي. طب انا عايزه اسالك، انا اخر سؤال ليا والله ما هعطلك اكتر من كده. انا عاجبني لون شعرك. ممكن ما تغيرهوش؟ انا حابه اللون ده. لا مش هغيره حتى المسلسل. اللون والتسريحه وكل حاجه. وانت من الفنانات اللي انا اعترف دلوقتي وانا قاعده قدامك، انت قليله التعامل مع التجميل في حياتك. انت لا كلنا بنتعامل. لا ده انت على خفيف قوي. انت بقك زي ما هو. وشك ما فيش. ده كانوا متهمني انه كبير اول ما ابتديت. ده كان موضوع كبير جدا. ودلوقتي لما ابتدوا يكبروه بقى ده العادي. يا ولاد الذين انتوا هريتوني زمان. لا يعني انت عامله الخفيف جدا، دي مدرستك. يعني انت مش عايزه الاوفر. لا انا مش، انا اصلي انا بشوف ان انت تبقي فريش، مش اني انا يعني عمر ما في دكتور تجميل يرجعني 30 سنه ورا، استحاله. لكن انت بتبقي عايزه ما يناسب الفتره بتاعتك، يبقى شكلك لطيف. لا والروح الحلوه هي بتبقى غالبة، يعني هي اللي بتطلع في الآخر. لأن الروح هي اللي بتعمل يعني حس للملامح، زي ما الصوت بيعمل حس للبني آدم. ما هي أنت عشان كده بقول لك الواحد لو متصالح مع نفسه هيعيش زي الفل. يعني أنا واصلة للمرحلة دي دلوقتي. أنا لا ألوم أحد على تأخري في الفن، أنا ألوم نفسي لأن أنا كسلت. انا شخص بيتوتي، بحب البيت جدا وقعده البيت. انا تامر بيزقني من على الكنبه، مش بهزر يعني، انا بطبعي كده.
ما بقاش ليا في البهرجه والشو خلاص. يعني بصي انا جايه سيمبل وخلاص بقى ده دي حياتي، ما بقتش بصه مفيده ان الناس تقول الله دي حلوه. لا يعنيني، لا يعنيني. لا عشان خالص. انت حلوه، لا أنا حلوة وعارفه ان انا حلوه. لا في ستات احلى بكتير وفي كل حاجه، بس جمال نسبي في كل الاحوال. انا كل اللي يعني عايزاك تبصي لي من جوه، انا مش عايزاك تبصي لي على بره. انا جوه هو صح. الاهم بالنسبه لي. الست دي قلبها حلو، الست دي طلتها حلوه، الست دي سيرتها حلوه، معاملتها حلوه، تمثيلها حلو، راقيه طيبه. بالظبط هو ده اللي انا بقى، ده التارجت بتاعي دلوقتي. عشان كده بقول انا بشتغل على نفسي. يعني انا طول النهار ما حد يقول مش دعوه يا جماعه مين عمل ايه، مين سوى ايه، باين مش دعوه. انا بجتهد ان اجيب مجموعه. يعني جبتي احسن مجموع ودايما باحسن مجموع. انت نورتينا وشرفتينا وحوارك ممتع والله، ما حسينا بالوقت والله. يعني بجد انت جميله. ليكي عندي بسبوسه، تحبي بسبوسه وكنافه، وفي ام علي دي ما حضرتهاش. كنافه ام علي ما حضرتش. ام علي كنافه وام علي. كنافه بالكاستر او بالقشطه، في بالقشطه وفي بالكريمه. اي كنافه وفي اي نوع. انا كريم دي ما بتاكلش. دي بصي ما بتاكلش، بتاكلني لي طول الوقت تاكلني وهي مالهاش دعوه. هيلثي فود. تحياتي ليك يا رانيا، نورتينا وشرفتينا حبيبتي، وسعداء بوجودك معانا. ميرسي. وانا كمان والله حبيبي. خلونا نطلع فاصل ونرجع بعد فاصل نلتقي مع الفقره اللي انتوا بتتابعوها كتير، الابراج، ونسالها كمان على الجوزاء والسرطان ونشوف العذراء حظه عامل ازاي. التالي أمور يجب تركها قبل العام الجديد مع هالة حافظ. وبنرجع مرة تانية مع حضراتكم، والفقرة اللي كلكم بتستنوها الأبراج، ويا ترى إيه اللي هيحصل الفترة اللي جاية. وخاصة احنا بنؤكد على حضراتكم إن في حلقة احنا هنعملها مع الأستاذة هالة حافظ لدخل ال 23. احنا مش ناسيين، بس احنا قربنا نودع 22 يا هالة. فازيك الأول؟ ازيك حبيبتي ومنورانا. ميرسي، نورك. وأعتقد أهلا بيكي ومنورانا، وبنجد تحية ليك والمشاهدين. ومع الوداع يعني احنا على مشارف الانتهاء. بالظبط. فوداعا 22، ايه اللي كل برج ما ياخدوش معاه من 22؟ فعلا في كل برج حصل معاه حاجات في 22 مش من المستحسن او المفضل انه ياخدها معاه في 23. هنبتدي ببرج الحمل. تمام. برج الحمل كان معاه خيبه امل كبيره جدا جدا في 2022، خاب امله في حاجات، كان عنده نظره تشاؤميه كتير في شهور كتيره جدا جدا. فانا بنصح مولود الحمل انه يسيب خيبه الامل ويسيب النظره التشاؤميه ويدخل 2023 يسيب السلبيات. يسيب يحب الحياه كده. ده حقيقي. يسيب المشاعر السلبيه كلها. الحمل يترك خيبه الامل، الحمل وخيبه الامل مع بعض. بالظبط. قافيه وعروض. وحاجه ثانيه مش عايزاه يعمل حاجه، بلاش ياخد قرارات اندفاعيه من غير ما يفكر، وقرارات غير مدروسه. يا ريت يدرس كل قرار قبل ما ياخده، لانه مندفع جدا، كان مندفع جدا في فرمل الاندفاع يا برج الحمل. يا ريت قبل ما كده تدخل 23 تسمي الله على هدوء كده. بالظبط. المولود الثور، عايزه اقول لمولود الثور حاجه بقى، حب الماده او الدفاع عن الماده هيخليك تاخد بعض القرارات الماليه والماديه في 2023 قرارات خاطئه. أوه. يعني يتسبب له خساره، بلاش يدخل. يعني هو شويه في الثور عنده بيدافع عن الماده يعني ما يخشش 23 بكل فوكس على الفلوس. بالظبط. ده حقيقي، لان هتخسره صحته، هتخسره اعصابه، هتخسره ناس غاليه. يعني ما يحاربش على ميراث. ما يحاربش على مشروع. بلاش محاربه على اي حاجه ماديه، لان المحاربه دي هتطلع منها خسران صحه، خسران ناس، خسران حد من عيلتك. ما تحاربش على الفلوس عشان هتخسر صحه واصحاب واهل وحاجات كتير. بالظبط. وبلاش يدخل مشاريع مش حاسبها برضو كويس، يعني ياخد قرارات في الفلوس متأنية. الجوزاء يقلل من العشوائيه في شكل الحياه شويه. بلاش الجوزاء السنه دي كان كل حاجه يدخل اقول يعني يلا زي ما تيجي تيجي، ايه اللي هيحصل؟ لا،
العشوائيه دي لازم بعد كده تبقى مدروسه شويه، بلاش ما يدخلش بيها، وبلاش المزاجيه اللي مش محسوبه دي، ما تتعاملش مع الناس بمزاجيه كده شديده لان هتخسرك. الجوزائي مزاجنجي. ده اللي هيحصل. ويدرس يعني الجوزاء في داخل 23 اي حاجه ادرسها شويه بالورقه والقلم. بالظبط دي حاجه. ده الجوزائي نفسه ساعات ما بيكونش فاهم نفسه، هو يعمل التصرف ويدخل العلاقه. صح. ويدخل القرار وبعدين يقول ايه اللي خلاني وداعا للعشوائيه. بالظبط كده. مولود السرطان ايه اللي المفروض يسيبه في 2022؟ السرطان. أيوه. اسمع لصوت عقلك شويه، يعني بلاش تسيب العنان لقلبك كده، مش قلبك اللي اختار الشخص ده ولا ده فهسيب قلبي، لا نفكر شويه وخلي صوت عقلك، وبلاش حساسيتك المفرطه. سوير بلاش الحساسيه المفرطه جدا يعني بلاش. مش عارفه ازاي بس تمام، يعني حسن الحساسيه المفرطه. بالظبط. وغير كده والحاجه الاولانيه للعقل، بلاش كل حاجه، بلاش مشاعر طول الوقت، بلاش كل حاجه اصل ده حين قصدي ده، طيب بلاش قلبي دي حاجه اصلها تانية. كويسه اصلها طيبه. بالظبط. اصلها ما عملتليش حاجه، يعني نحكي انت ما شفتيش منها حاجه يا شيخه تخمي، ما بتقهاش انت كده. ده انت طول الوقت ندي مساحه لعقلنا شويه. ما هو على العكس ده انا هقوله، ده انا هقول العكس. موقف هجومي من كل ال والله ما موقف هجومي يا بنتي، هي اللي شايفاني انا بخش اقول لا ابوس ايدك مش طايقاها، او فك ابوس ايدك فكري في القلب ده فعلا. انت زي دايما كده، انت دايما تاخدي موقف وحاولي تركزي في اختياراتك، لان دايما اختيارات السرطان بتبقى غلط وبيقع في الخطا اكتر من مره، يعني بيقع في الخطا وبيعيده تاني. فالسرطان لازم يعيد انتاج الخطا ببراعه. ايوه السرطان يعيد انتاج الخطا مدى الحياه. صح. ده حاجه عظيم طبعا. كل السرطان اللي بيسمعونا مع سهير لازم ليه بقى؟ أنا عايزة أسأل بيقع في الخطأ. إيه المشكلة في البرج ده إنه يعيد إنتاج الأخطاء؟ هقول لك ليه، لأنه هو مش بيدي مساحة قلبه، هو قلبه المتحكم طالق العنان لقلبه. لا هو طيبة مفردة. طب ما هو طيب وحساسية مفردة وطيبة مفردة وحسن نية في الآخرين مفرد. فالكلام ده كله بينتج اختيارات خطأ وبتتكرر. فده لازم ندخل 23 سايبين الكلام ده في 22 او مقللين مش هنسيبه عشان بعد خلاص. الاسد جزينة على كل موجود. الاسد لازم حلو. يستمع جيدا للاخرين، ما يسمعش صوت نفسه بس. الاخرين عايزين مصلحتك، ما ينفعش الاخرين مش اعداء كلهم، فلازم يسمع بتعمل منشن ولازم يتعلم يجي على نفسه شويه ويتنازل ويبادر. يعني تعال على نفسك شويه، خليها عليك المره دي، مش كل حاجه ما تجيش عليك. تاني حاجه باين انك فاهم الاسود فيهم حاجه، وكانوا التجربه دي عملوها في 2023، هما فاهمين كل حاجه بس مبينين انهم مش فاهمين. لا باين انك فاهم. اما تكون فاهم يا اسد قول انا فاهم، بلاش تعمل انك مش فاهم، بلاش تعمل انك مش فاهم خلاص. فدي مش عايزاه، مش هتفيده في حاجه في 2023. العذراء العذراء وانت داخل بقى انا في 2023 بلاش نفكر في الماضي كتير، بلاش نقعد نعيد الذكريات نقول ايه كل تفصيله، اصل ده حصل كذا فلازم لو انا ما كنتش حذر شديد كذا. ده ما كنتش بلاش نجيب الماضي. تاني حاجه قلل تفكيرك في كل كبيره وصغيره. العذرائيين كلهم ازاي يا اختي؟ لا لا بلاش كل لفته وكل كلمه وكل نقطه وكل مش ما ينفعش، لانك بتستهلكي كتير. ادي العكس صغير، صدقتوا مين بالله ادي المساحه للقلب. انا ساعات كتيره جدا من كتر ما اللي انت بتقوليه ده صح. انت نايمه بتفكري، انا وانا نايمه ممكن افتكر هس او حركه لحد انا بفكر اتعملت قدامي لفتة. ايه ده كان قصده ايه، واقعد بقى طول الليل افكر واحلل. لا 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 المطلوب من العذراء بقى ايه؟ عيشي بعفويه شويه وبفطره، بلاش المصنع ده ينتج كوارث. كوارث مفروض بقى تجاهلي شويه، تغافلي شويه عن قصد اون بيربز، يعني انا هتجاهل انا هتغافل، دي حاجه عيشي بالفطره. ادي مساحه بقى لقلبك الاحساس عكس صغير بقولها ادي مساحه لعقلك. لا انت ادي مساحه لقلبك، بلاش يود على القلب كل شويه عقلك يدخل اوعى يا قلبي تعمل ده، اوعى تتصل، اوعى تاخد الخطوه، اوعى احسن يفتكروك. حراري قلبك شويه، ما تخليش عقلك مسيطر على قلبك. وهكذا طبعا الكلام المفيد لكل العذرائيين على فكره، بس عشان بمثل بلاش كابتل المشاعر يا عذرائيين، سيبوا مشاعركم تنطلق، ما تحطوش عليها قيود. مهم جدا عشان ما تخسروش نفس وما تخسروش فرص عاطفيه. في فرص عاطفيه ممكن تيجي للعذراء بس هو كابت عامل قيود، انا ما ينفعش اعمل ده، انا اعمل ده هيتقال عليا كلام الناس، افكر كل لفته، كل ده بيضيع فرص. فعشان تستقتنسوا الفرص اللي جايه في 2023 حرروا قلبكم شويه يا عذرائيين. الميزان
الميزان لازم يحسم اموره لانه متردد جدا جدا. بلاش نقول نسيب الامور هتتحل لوحدها، مفيش امور بتتحل لوحدها، هيضيع منك فرص. كثرة التفكير والتردد والحيره وانك رجل قدام ورجل ورا هيضيع منك فرص، فبالتالي الميزان لازم ما يقول يعني سايب الامور من غير ما يتحرك، لا ده هيخسرك فرص كتيره. اتحرك، خد قرار سريع شويه، ما تبقاش سلبي. متردد، اترك السلبيه، متردد وحيران ونعمل للتردد بيضيع وقت وبيضيع فرص. يعني العقرب، العقرب بقى لازم يخليه على طبيعته شويه في سنه، يعني في 2020 العقرب كتير ما كانش ما هو طبيعته الغموض، فانا عايز خليه على طبيعته يبقى اغمض من فكها شويه بقى. فك الغموض بقى منه ايه بقى، خليك على طبيعتك، بلاش تبذل مجهود قوي عشان تبدو غامضا اكثر، توضح للناس قوه مزيفه، قدره على التجاهل، قدره على عدم الاهتمام، بيبين ان هو مش مهتم، هو اكثر المهتمين. يعني انت بتستفيد ايه عقرب لما بتقعد توضح للناس تلبس ماسك وانت قوي، انت قوي مش لازم تكون على طول قوي، عيش ضعفك شويه. فهو العقرب لازم يتخلى شويه عن القوه المزيفه اللي ساعات بيدعيها وبيضغط على نفسه قوي عشان يظهرها، فلازم يسيبها. هنا الضعف قوه مشروعه. بالظبط، قوه ومشروعه الاثنين. يعني حاجه احنا كلنا فينا فطره، فينا ما تحرر من ده. ليه ما فانت ايه تحاول تبين انك مش مهتم وانت مهتم قوي يا عقرب. القوس، بلاش الاندفاع ورا اهوائك. القوس اي حاجه بتطلع في دماغه ممكن يعملها من غير تفكير، فالاندفاع ورا الاهواء ده بيضيع لك او بيخليك تختار غلط. لا، ركز وفكر شويه. بيضيع حقوق وفرص اكيد. حقوق بقى دي انا عايزه اقولها. القوس السنه الجديده لازم ما ياخدش حقه بالقوه. سيب حقك شويه وسيبها تيجي لوحدها، لانك بتضيع حقك بالطريقه اللي انت بتاخدها بيها. انت عندك حق وكل الناس شايفه ان انت اللي عندك حق، بتستخدم بقى طريقه بتخلي الناس تقول لك انت اللي غلطان، فانت كده ضيعت حقك. لا، ما تضيعش حقك وخدها بطريقه كويسه علشان تكسب حقوقك. الجدي، انا عايزه الجدي بقى بلاش ينفرد باتخاذ القرار. الامر شورى بينكم، ما ينفعش اللي يطلع في دماغك يا جدي تعمله هو ده الصح. بلاش العند بقى، ما تنفردش باتخاذ القرار. وعايزه الجدي تاني حاجه، بلاش ايه الربط ما بين الاحداث، نظريه المؤامره. الجدي كتير جدا يقعد يقول الجدي طول الوقت بيعيش بنظريه المؤامره، هو ده اتصل في الوقت اللي ده كان قافل وده عدى، فانا ده اكيد مع ده فعمل ده فربطنا الاحداث فبقت في مؤامره، وممكن يكون اصلا الامر ابسط كتير من كده. وكل ده محض خيال، وكل ده محض خيال وصدف، فبلاش ربط. وبعد برضو الجدي بيصيبه لبعض الفترات انعزاليه غير مبرره، بينعزل تدور عليه ما تلاقيهوش، انت اختفيت فجاه عايز تبقى لوحدك، طب برر، طب قول، طب اظهر. بلاش الانعزاليه اللي بتجي لك افري ناو اند ذن كده، وبلاش حاجه ثانيه اللي تنفرد بقراراتك. خد اراء ناس كتير جدا. الدلو لازم يدخل السنه الجديده مقلل شويه من الوسوسه والشكوك، عنده وسوسه ساعات بتمتلكه بيبقى بتقلقه جدا جدا وقلق كبير جدا، وبيعمل حساب الناس قوي. قلل من انك تعمل حساب للناس، مش الناس دايما هي اللي نحطها في الاول. وعايزه اقول حاجه، عاطفه الدلو شديده جدا جدا، عاطفه شديده لكن هو مش بيعرف يعبر عنها، ولا بيعرف ياخد خطوه، ولا بيعرف يبادر، ولا بيعرف يعبر، فبيبقى محتار في عاطفته دي يعمل فيها ايه. طب بس بيعرف يرشدها ولا ما بيعرفش يرشدها؟ لا، ما هو بيكبتها، بيحتاس فيها يعني. بيحتاس فيها وبيكبتها، فانت لا ادي برضو العنان شويه، عبر، بادر، ما فيش مشكله خالص، وحاول تظهر دايما اللي جواك، يعني بلاش نكبته دايما. الحوت الاخير طبعا معانا، اللي المفروض ما ياخدوش، يقلل حساسيته شويه، لازم يكون اكثر واقعيه. مش كل الناس حسنة النية، مش كل الناس طيبة يا حوت، مش كل الناس تستاهل اللي انت بتديه يا حوت. لا، لازم تحب نفسك اكتر من كده. الحوت من الناس اللي عندها ايثار، يعني بتيجي على مصلحته، بيجي على نفسه، بيجي على اعصابه عشان يرضي اللي حواليه. لا، مش كل الناس. برج مائي زي السرطان. يقلل شوية قبل ما 23 تبتدي. وبلاش يدي الثقة للناس بس. طيب قبل ما 23 تبتدي عندنا مجموعة أسئلة هنسألها سريعا. مين الأبراج اللي هتتخلص من العلاقات السامة الفترة الباقية من 22؟ أشوف إن مولود الثور، مولود القوس أول الناس اللي هتتعلق، والجوزاء والدلو. الجوزاء والدلو والقوس والثور. طيب مين اللي عندهم خطوبة أو ارتباط أو حتى بداية علاقة حب أو تصريح بحب قبل نهاية 23 من الأبراج؟ العذراء. أنا؟ والعقرب. والجدي.
عذراء وعقرب وجدي. العذراء والعقرب والجدي ممكن تجي لهم فرص تصريح بحب، ارتباط، خطوبه، بدايه حاجه ل 23. طب مين الابراج اللي ممكن يجي لها ربح مادي، مكاسب، فلوس الفتره اللي فاضله من السنه؟ لو قلنا اخر 10 ايام في السنه بالظبط، الجدي والتور اخر 10 ايام مش قبل كده، يعني الارباح ممكن تجي لهم في اخر 10 ايام في السنه. والسرطان الباقي يعني بقى كله هقول لك الحوت والحوت. واستني بس خلينا نبص للخريطه كده. والميزان يعني كده والعقرب والقوس دول ممكن يجي لهم فلوس ابراج في الاواخر او الاواخر. لكن اعتقد ان الجدي والتور مش هيجي له فلوس قبل اخر 10 ايام. موقع الشمس بالنسبه لهم حلو جدا، هيكون في الجدي وقتها. لكن عموما قبل نهايه السنه في ست ابراج، قبل نهايه السنه عندنا العقرب والميزان والحوت والقوس. طب ممكن تجي لهم ارباح. مين الابراج اللي ممكن يختموا السنه بعوده او رجوع وصلح بعد انفصال وخصام او قطيعه او طلاق؟ مين الابراج اللي ممكن ترجع؟ الاسد ممكن. أوكي. والحمل. اوكي ده قبل اسد قبل اسد وحمل بس. والعقرب. اسد وحمل وعقرب، ثلاث ابراج. لو في انفصالات او خناق او خصام ممكن يرجعوا الثلاث ابراج دول. الحمل. طيب. انا اللي عاجبني فيكي انك ما بترديش بسهوله. بشرى بصي انا بشوف الشمس فين بتقعدي تقري الخريطه بتاعتك. بصي لما تيجي تقولي لي حب يبقى نشوف فينوس فين، تقولي لي صحه نشوف المريخ فين. ما كل واحد انا عايز اشوف هيكون في انهي برج. طيب مين الابراج المحظوظه نسبيا في 22 اللي كانت محظوظه السنه اللي فاتت دي اللي احنا لسه فيها؟ محظوظه نسبيا بس ما تقوليليش لا. السرطان يا سهير ما كانتش السنه وحشه والله. طيب والميزان. يا سهير ممكن السنه وحشه. لا ما كانتش وحشه يا سهير. بالنسبه للسرطان والميزان والجدي والقوس والعذراء، انا اعترف كان سنه ظريفه جدا. يعني لو قارناها كده بالسنه اللي فاتت ولا لا؟ الحمد لله. لا انا لا 22 سنه بالنسبه لي الحمد لله. قارنيها دايما ب 21 و20 هتلاقي ان الحمد لله قوي. 21 كانت كورونا يعني، لان في ناس تعبت قوي. طيب مين اللي لازم ياخد باله من صحته اكتر من غيره في الشهور اللي باقيه؟ الجوزاء وبشده، والحوت. المريخ متراجع في الجوزاء، فخلينا نقول الجوزاء يركزوا مع صحتهم يقووا المناعه ويني بلاش سلوكيات خطا، يعني خدوا حاجات مناعيه. الجوزاء والحوت. طيب والسرطان كمان يا سويا. والسرطان. السرطان تعبان طول الوقت لان الشمس داخله في القوس الشهر اللي جاي، داخله القوس. مواليد القوس كل سنه وهم طيبين هيبقى بيت الصحه للسرطان، فلازم كل السرطان يخلي باله برضه. طيب مين الابراج اللي هتعمل نقلة في حياتها المهنية؟ شغل. هقول لك الحوت بس ده نص السنة التاني. انت عايزة سنة دي ولا سنة؟ لا احنا بنحرق 20. والله ما بقولش حاجة على 23. الحوت لغاية احنا لغاية اخر 22. مين اللي لسه عندهم فرصة لتغيير اللايف ستايل، اللايف كارير بتاعهم؟ الحوت والجدي والقوس والاسد مهنيا. الاسد. اسد مهنيا، قوس مهنيا، حلو جدا شمس داخله في برجه. حوت جدي. الجدي والحوت جابتر. طيب في برجه. اخر حاجه النهارده، مين ملوك الاسبوع اللي جاي من الخميس للخميس؟ ملوك الاسبوع ملوك. اللي جاي هقول لك احنا نعدي النهارده وبكره، نتكلم بقى بدايه من الخميس للخميس. ماشي. من الخميس للخميس. يبقى هنعدي النهارده يعني من يوم 17 او 18 لاخر الاسبوع. انا شايفه ان العذراء والجدي والنبي بس مش النهارده وبكره. أوكي. انا بقول من الخميس للخميس. الميزان والسرطان والعقرب. نقول تاني عذراء جدي ميزان سرطان عقرب. دول عندهم حظوظ كويسه حلوه. ملوك الاسبوع حلوه جدا، حظوظ حلوه جدا. هقول تاني العذراء والجدي والميزان والسرطان والعقرب. مهنيا ولا صحيا ولا عاطفيا حلوه، يستفيدوا من الاسبوع ده، هتجي لهم اخبار حلوه وانفراجات وبشارات، حاجات حلوه. طب نقول اللي يعانوا بقى، بس ده اخر اسبوع للي هيعانوا. تمام. بعد كده هيبقوا كويسين. اللي هيعانوا ياخدوا بالهم الحمل. اوكي. الحمل ده لازم يروح ينتحر. لا والله العظيم خلاص غلبان قوي بس السنه دي. هو ده اخر اسبوع صعب قوي عليه بصراحه. صعب عليا بتوع الحمل. يعني احذر الاسبوع ده وبعد كده لما هاجي ان شاء الله الاسبوع اللي جاي. يعني يا بتوع الحمل بجد انتوا صعبانين عليا. ده حقيقي. والتور والقوس والدلو
نقول حمل تور قوس دلو، دول اللي يحذروا الاسبوع ده وبعد كده هيدخلوا على فتره حلوه. يعني الدلو اللي بعد كده هيبقى كويس، كل الاربعه دول هيبقوا هم اللي هتلاقوني الشهر الجاي قاعده اقول لهم انتوا حلوين وانتوا رائعين. عندي واحده صديقتي دلو عندها مشاكل كتير جدا. ما انا بقولها هتعاني اهو، هنقول تاني الحمل والتور والقوس والدلو. القوس كمان عنده مشاكل كتير جدا، انا بتمنى ان كل القوس يعدي المشاكل دي. التور ربنا يخرجهم من الازمات اللي كل شويه، ان كانت صحيه او ماليه او خلافات في عيلتهم. والحمل اللي هي الدنيا كلها مش عارفه، مش قلبة شويه، ان شاء الله اللي هيختموا السنه بشكل كويس. بنشكرك يا هاله، ميرسي جدا على المعلومات، ونشوفك الاسبوع اللي جاي وتقول لنا حاجات تانية اجمل من كده. وبشكرك حبيبتي سهير. شكرا يا هاله، وشكرا لكم، واسبوع جديد ان شاء الله نقابلكم فيه وتكونوا في احسن حال. تحياتنا لحضراتكم، اسبوع سعيد، نقابلكم يوم السبت الجاي والستات على نهار.